التفاعل اللي حصل. حاضر. وكل التفاعل اللي حصل الحقيقة، الأسئلة كلها بتتكلم على أنتوا بتطوروا، طب على الأرض في إيه؟ نيجي الأول مشكلة على الأرض، وهي مشكلة حقيقية جدا، وهي مشكلة المعلم. إحنا عندنا في المنظومة أكتر من 1,200,000 معلم في مراحل التعليم المختلفة. الناس دي معظمها عاش حياته سنوات طويلة بيدرس بالطريقة التقليدية، بيحفظ الولاد شوية معلومات ويسألهم فيها ويقول لهم برافو عليكم. فلما تيجي حضرتك تقول له لا، ده أنا عايز الولد تدرس له بطريقة معينة في منهج مختلف بطريقة مختلفة وتقيمه بطريقة مختلفة، بالتأكيد بالتأكيد في ناس كتير هتيجي معانا، ولا سيما الحقيقة فئات الشباب. أنا عايزة أقول لحضراتكم إن سواء على منظومة التعليم الجديدة، المناهج الجديدة من رياض الأطفال لتالتة ثانوي تالتة ابتدائي اللي تم تطبيقها، تم تدريب كل معلم من معلمي هذه المنظومة في رياض الأطفال أولى وثانية وثالثة ابتدائي لأكثر من مرة سنويا. بمعنى لو خدت سنة أولى السنة دي طبقناها ودرس ودربه، بيجي هو نفسه بتاع سنة أولى يتدرب السنة الجاية مع زميله اللي انضاف له بتاع سنة تانية. بالتأكيد في مقاومة، في مقاومة، وفي المقاومة لها أسباب كتير. ممكن يكون عدم الوعي بالتطوير، وممكن نكون من أصحاب المصلحة، وممكن نكون اعتدنا على هذا الأسلوب السهل في العمل. فبالتالي ما أقدرش أقول إن 100% المنظومة تسير على الأرض بمعلمين جيدة، لكن ما أقدرش إطلاقا أقول إن معلميننا ما عندهمش ضمير إطلاقا. ونسبة كبيرة من شباب المعلمين منخرطين جدا في أعمال التطوير، وبيتدربوا وبيتواصلوا معانا عن طريق صفحات التواصل، وبيسألوا وبيصوروا الفيديوهات داخل فصولهم في مدارس حكومية ويوروها لنا ويسألونا رأيكم ايه، بس دول مش 100%. وبرضو اللي هم متقاعسين تماما ما هماش 100%. كيف المنحنى ده نسبة وطرف المنحنى الثاني نسبة، وبينهما من اللي بيشتغل نص نص. ما الوقت بالتأكيد احنا محتاجين وقت على الأرض علشان كل سنة نكسب أرض جديدة، بمعنى نكسب معلمين أكتر منخرطين في أعمال أو منتميين. والانتماء ده مهم جدا على فكرة للتطوير وبينفذوه. الوزارة بتبذل في ده جهد كبير جدا وتستثمر فيه فلوس كتير جدا. بتدرب المعلمين سنويا بتوع اللي بيدرسوا في المنظومة الجديدة لأكثر من مرة، بيتدربوا قبل دخول العام الدراسي مرة لمدة 3 أيام، وبعدين بيجوا يوم في الفصل الأول يرجعوا لمدربينهم عشان يعملوا ما يسمى بالتأمل أو الريفليكشن، يشوفوا انعكاسات اللي عملوه اللي اتدربوه على شغلهم والمشاكل اللي قابلوها. ثم قبل الترم الثاني 3 أيام ويوم في الترم ده، غير في تدريبات بتحصل اونلاين للمدرسين، وبيدخل فيها على بنك المعرفة اعداد كبيرة من المدرسين. في جهد على الارض، حققنا 100% من اهدافنا؟ بالتأكيد لا، ولسه قدامنا وقت طويل عشان نحققه. ده السؤال بتاع تدريب المعلمين على التابلت. كل معلمين المرحله الثانويه في كل المواد اتدربوا على حاجتين، على الاسئله اللي هي مهارات التفكير العليا وازاي يدرسوا للولاد عشان الولاد يقدروا يفكروا مهارات تفكير عليا، والحاجه الثانيه اتدربوا على استخدام التابلت واتدربوا على استخدام المواد التعليميه الرقميه. وهذا التدريب مره ثانيه بقوله تدريب مستمر. السؤال الثاني كان واقع تعليم اللغة العربية، وأنا متفقة، أنا سامحوني بس ما سجلتش الأسماء، متفقة تماما أن تعليم اللغة العربية مر بأزمة. كانت الأزمة سببها الآتي، خلينا نعترف، تعليم اللغة هو تعليم مهارات. مهارات اللغة معروفة، قراءة وكتابة وتحدث واستماع.
احنا بقى في الفترة اللي فاتت كتب اللغة العربية كانت محتوى أكاديمي، بنعلم الولاد القصة علشان أحداث القصة، ونسأله عن طلبة سنة كام وده اتجوز مين وما هي أسباب حاجات مرتبطة بالمحتوى، وده إطلاقا لم يكن شيئا صائبا. النظام الجديد بيعتمد على حاجتين لإثراء اللغة العربية، أولا التأكيد على تدريس المهارات الأربعة، تاني حاجة محتوى اللغة العربية هو محتوى مشتق من المواد الدراسية الأخرى التي يدرسها التلميذ. يعني لو بياخد حاجة في الدراسات الاجتماعية احنا بنتكلم عنها، بنستخدم مفردات اللغة علشان يتعلم بيها او عشان يمارس بيها ده. فالحقيقة في طفرة كبيرة جدا في تعليم اللغة العربية، وانا بدعوكم كلكم اللي عنده حد في السنوات الثلاثة الاولى يفحص كتب اللغة العربية الجديدة وأدلة المعلم ليرى كم هي وثيقة الصلة بواقع وحياة المتعلم. فده تغيير في اللغة العربية. التعليم عن بعد والجانب الأخلاقي، محدش أبدا يقدر يقول وأفتكر كلنا بنتفق إن إحنا نقدر نستغنى أبدا عن التدريس وجها لوجه. التدريس وجها لوجه لابد ان يستمر ولابد ان يشغل الحيز الاكبر من حياتنا كمعلمين وطلاب، لكن اللي حصل في الفتره دي ان عندنا ظرف وباء العالم كله بيشتكي منه او العالم كله بيعاني منه، فكان التعليم عن بعد وسيله لاستمرار التعلم دون ان يؤثر على صحه الطلاب. افتكر ان احنا مهما كان التعليم عن بعد جيد فلن يصبح هو الوسيلة الوحيدة للتعليم بعد انقضاء الكورونا. في حد كلمني عن الأحلام، وخليني بقى ده حلمي بيه حقيقة سؤال كلامي، لأن أنا لو جاوبت على كل أسئلة هنقعد 12 دقيقة. الأحلام، أنا قلت لحضراتكم إن إحنا عندنا ثلاث بيلرز أساسية، ثلاث أعمدة أساسية قام عليها تطوير المناهج: المهارات والقيم الداعمة لها والقضايا والتحديات. ناخد بقى القيم، احنا حددنا منظومة من القيم نريد ان نغرسها وننميها، والاخلاق لا تدرس، الاخلاق تنمى. فعملنا ده بالطريقتين. الطريقة الاولى انها تم دمجها في جميع القيم دي في جميع المواد الدراسية، كل المواد الدراسية بتتكلم عن الحب، بتتكلم عن التسامح، بتتكلم عن الإخاء، بتتكلم عن احترام الغير واحترام الآخر، بتتكلم عن احترام التنوع، ومش بتتكلم كلام أكاديمي مباشر لأن إحنا لسه بنتعامل مع أطفال، لكن بتحطه في موقف يرى هذه القيمة ويحكم عليها. جينا بقى إحنا عاملين ده من 5 سنين اللي فاتوا، يعني رياض الأطفال لحد ثالثة ابتدائي. السنة اللي فاتت توج هذا العمل بمنهج جديد أضيف لمناهج التعليم اسمه منهج القيم واحترام الآخر. باكورة أعماله طلعت السنة دي في كتاب اسمه نبني معا للصف الثالث الابتدائي، وأنا مرة تانية بدعوكم تشوفوا الكتاب ده. الكتاب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مواقف واقعية من حياتنا كإحنا وحياة الطفل أكثر. مواقف بيعيشها في بيته مع أسرته مع عائلته في مدرسته في مجتمعه في المدرسة في الكنيسة، وبيتعامل بيشوف الموقف ده من خلال حكي قصصي، يشوف الموقف إزاي القيمة بالشكل المثال الإيجابي أو السلبي، وبعدها بينخرط في أنشطة. الأنشطة دي تخليه يقول لنا أنت شفت المثل ده، يا ترى مررت حياتك بموقف زي اللي كان فيه بطل القصة؟ طب انت موقفك كان ازاي؟ طب انت بعد ما شفت القصة موقفك اتغير ولا لا؟ طب اتغير ليه؟ القصص دي ابطالها هو ابطال المجتمع المصري دون تمييز، بمعنى المرأة والرجل، الطفل، المسن، الكبير، الصغير، المعاق او ذوي الهمم باختلافهم. واحنا لما بنضيفهم في قصصنا وموضوعاتنا لا نشير ان هذا الطفل بتاع اللي موجود في المدرسه او هذا البطل ضرير،
لكن هو ضرير لابس النظارة وماسك العصاية وبيدخل المدرسة ويمارس حياته ويقابل زملائه ويقوم بالأنشطة ويقف في الإذاعة المدرسية يتكلم. إحنا بنقول إن ده مجتمعنا متنوع، اللي راكب على كرسي، اللي قاعد على كرسي بطل من أبطال القصة بيمارس هواياته وأنشطته. بنعلم الولاد أننا مختلفين، أننا متنوعين، وإن اختلافنا وتنوعنا قوة. إحنا بنقولش ده بشكل مباشر، بنقول ده بمواقف بيعيشها المتعلم، وبنطلب منه بقى اكتب كده مسرحية من فصل واحد تحكي عن حاجة اتعلمتها، اكتب موقف مريت بيه في حياتك وزعلت قوي بعد كده على الموقف ده. حتى الثقة بالنفس، ثقته بنفسه واعتداده بنفسه ليها قصص وليها أنشطة علشان نبني الطفل الواثق من نفسه اللي بيحترم نفسه بيحبها بيسامحها لكن بيمارس كل ده مع الغير. في الحقيقة ده هيستمر معانا وابتدى في سنة تالتة، هيستمر لحد نهاية المرحلة الثانوية، واحنا هنستدرك ولو تانية السنة الجاية ان شاء الله هينزل لها كتاب القيم. الحقيقة كتاب القيم ليس كتاب تدريسي بمعنى انني لن اقف امام الطالب لأقول له التسامح هو، ويجب ان تكون متسامح، ولكنها قصة ممتعة طلع بإخراج جيد جدا تجعل المتعلم ينخرط في مواقف، الطفل ينخرط في مواقف حقيقية واقعية يتعلم قيمة وكمان يمارس التأمل في هذه القيمة. معلش انا هجاوب كمان على موضوع مسارات التعليم. مسارات التعليم انا مع السيد الفاضل اللي قال ان احنا عندنا مسارات تعليم مختلفة وان هذا يؤثر على الهوية. 100% انا مع حضرتك، و100% وزارة التربية والتعليم مع حضرتك، لكن هديكم مثال واحد. سنة 2018 لما نزلنا المنهج الجديد لأول مرة كان عندنا في القلب منهج اسمه متعدد التخصصات. هذا المنهج هو منهج هوية، هو منهج تنمية قدرات، هو منهج مواطنة. حبينا ندرس المنهج ده باللغة العربية في المدارس الرسمية للغات. وقفت المظاهرات على باب الوزارة عشان وزير التعليم عايز يعرف مدارس اللغات، ونحاول نقنعهم ونقول لهم يا جماعة ده منهج محتاج يدرس باللغة العربية، منهج قائم على القيم، منهج قائم على المواطنة والحاجات اللي الولد المفروض يتعلمها باللغة العربية. رفضوا تماما. فطبعا تحت هذا الضغط اضطرينا نخليه باللغة الإنجليزية ونوديه المدارس دي تشغله. فما بال حضرتك لو قلنا هنقفل الناشونال ولا الانترناشونال، ولا مسألة كبيرة جدا. آخر حاجة ذوي الهمم، إحنا في النظام التعليم الجديد اللي هو 2.0 إحنا بننتهي من كل مرحلة، ثم يعني بعد ما خلصنا لحد ثالثة ابتدائي عملنا مناهج الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة المطورة بناء على المناهج اللي موجودة طبعا بوجود خبراء في هذه التخصصات علشان ناخد كل الفيتشرز، ناخد كل المعالم والملامح والمهارات والقيم اللي موجوده في نظامنا الجديد ونضعها بشكل يتلائم مع اولادنا ذوي الاحتياجات الخاصه. ده ما كانش بيحصل قبل كده. اللي كان بيحصل ان احنا بناخد كتاب الولاد المينستريم او الولاد الاسوياء ونعدله لذوي الاعاقه. لا، احنا المره دي بنينا مناهج مخصوصه لذوي الاعاقه، وهم مش بس في مناهجهم، وهم موجودين بمنتهى القوة في كل مناهج التعليم كجزء لا يتجزأ من مناهج من المجتمع المصري. أشكرك. شكرا جزيلا للدكتورة منيلة على الإجابة على كل الأسئلة، وبصراحة وبوضوح وشفافية، أعتقد ده واضح جدا مش محتاج تعليق.